أنا علاء نصف وكيل وزارة القوى العاملة بالجيزة، والنهارده بشرف على ملتقى توظيف من خلال وزارة القوى العاملة اللي برأسها معالي الوزير محمد سعفان تحت إشراف والنائب عبد الرحيم علي. النهارده بنوفر حوالي 9200 فرصة عمل على مستوى 70 شركة. الشركات دي مقرها في أكتوبر والمنطقة الصناعية والقرية الذكية والعجوزة والدقي. من خلالها بنوفر 9200 فرصة عمل بالقطاع الخاص. مرتبات تتراوح من 1200 بتوصل ل 3500، وفي شركات عارضة على مهندسين متخصصين مرتباتهم بتتراوح من 5 ل 7000 جنيه. الحمد لله الملتقى النهارده ان شاء الله يحقق المرجو منه، بان احنا بنبتدي ناخد اسماء الوافدين على الملتقى، والشركات كمان بناخد من الشركات الشغل اللي هو اتعمل، بحيث ان احنا بعد كده كمديريه قوى عامله نتابع كل ده. هل العمال دي فعلا اللي جت عملت ابلكيشن وهتعمل انترفيو اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ ومن خلال مديريه قوى عامله عندي هنتابع كل اللي بيحصل ده، وان شاء الله سعدين جاهدين ان احنا نبتدي نشغل الناس دي بالفعل يعني. شايف النهارده ان المشاركه او الاقبال على لا الحمد لله النهارده المشاركه بالنسبه عاليه بنسبه 70% او 80%. والنهارده خدنا تصريح من معالي النائب، لو الدنيا النهارده لو الجو كان زحمه وفي ناس جايه تاني ممكن نمد الملتقى يوم تاني. هل الملتقى ده هيكون بصفه مستمره يعني؟ طبعا ان شاء الله بتوجيهات معالي الوزير وبتشجيع القيادات التنفيذيه ان شاء الله يبقى مش اول ملتقى ولا هيبقى اخر ملتقى ان شاء الله.